الحمد لله وشكرا لله على هذا الفوز هذا اللي هو ثمار ديال واحد المجهود اللي هو جبار، وكن الحمد لله وشكرا على هذا الفوز هذا وعلى الدوبلي هذا اللي كنفرحوا به الجماهير ديالنا، وكان هذو جميع الجماهير وما قدر الفرحه زعما لا فيريتي. ولكن دابا عاوتاني غنسدو غنحتفل واحد يومين ولا ثلاث ايام وخاصنا نوضو الشغل عاوتاني على السنه المقبله اللي تابعيننا فيها هذه التشالنج اللي هما كبار شامبيونا وكوب ديطون عاوتاني، وخاصنا نكرسو عاوتاني هذا المكانه اللي درنا ديال فريق الرجاء البيضاوي في السنه هذه، خاصنا نعاودوها ان شاء الله العام الجاي، وان شاء الله حتى هي نلعبوا ان شاء الله على الشامبيونز ليغ وداك الشيء. دونك عندنا بزاف ديال الخدمه ان شاء الله، نتمنوا في الله الخير. البوبليك شوف كلمه شكر كبيره بزاف للجمهور ديالنا، البوبليك كيضحي معانا وزعما كنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا، وهدينا لهم هذه الالقاب هذو ان شاء الله اللي هو غير روح الثمار ديال واحد العمل جبار ديال جميع لي كومبوزون ديال الرجاء البيضاوي، لا من البوبليك لا من اللاعبين لا من المكتب لا من اداره لا من ستاف تكنيك، كلشي كلشي كلشي. وكنبغيو نهديو لهم هذا الفوز هذا الحمد لله، وان شاء الله عاوتاني كنوعدهم ان شاء الله بوغ واحد العام الجاي ان شاء الله يكون عاوتاني حتى هو في توب نيفو. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.